إذن مشاهدينا رح نبدأ حلقتنا اليوم مع قصة نجاح، النجاح يلي هو حلم وهدف بيراود كل شخص على وجه الكرة الأرضية، فكيف إذا سلك طريق النجاح صغار السن بمرحلة الطفولة والمراهقة وشقوا طريقهم نحو التميز؟ ضيفتنا اليوم هي طالبة إماراتية متميزة. طبعا متميزة وأيضا تتمتع بمواهب متعددة وإنجازات في مجالات مختلفة، فهي حققت تفوقا ملحوظا على المستوى الأكاديمي في الرياضيات، وأيضا تفوقت على أقرانها وانتقلت إلى المستوى المتقدم في الرياضيات قبل عامين من الموعد المحدد. طبعا بتتمتع ود العور بموهبة بالإخراج والإنتاج الفني، وهي أيضا تعمل على إخراج عرض مسرحي حاليا بمدرستها مقتبس من أحد الكتب المصورة الشهيرة، وهالأمر بيظهر موهبتها الإبداعية وقدرتها على تطبيقها بمجالات متعددة. طبعا الحديث أكثر عن الموضوع، يسعدنا أن نستضيف معنا الموهبة الشابة والمتفوقة أيضا ود العور. صباح الخير يا ود. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله بخير. الله يسعدك. بداية حابين نتعرف منك ود، مهارتك هذه شو هي مهارة وكيف استبقتي أقرانك بالرياضيات؟ من صغري كنت أحب الرياضيات، وأتذكر لما سألت أبوي شو أكبر رقم في العالم وجاوبني إنفينيتي، وإلى هذا اليوم ما زلت أتكلم مع يدي وأبوي عن مواضيع مختلفة في الرياضيات مثل imaginary numbers, quantum theory, set theory. وأمي كانت كده تشجعني أن أكمل في الرياضيات وأسوي وأحل كتب مسائل الرياضيات. نعم، عم تحكي بمفردات كتير كبيرة، يعني الأرقام اللامتناهية، الأرقام الخيالية، نظرية النسبية، وقلت أنك بلشت بهالأمور بعمر كتير صغير. من وين إجت الحشرية؟ هل الوالد والجد أيضا عندهم عشق وحب لعالم الرياضيات؟ أنا محظوظة أكون في عائلة تحب الرياضيات وتحب مثلا يدي، خصوصا يدي كان عنده دكتوراه في الرياضيات، ويوم من الأيام أبي أحقق نفس الشيء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ود بتذكرني بحالي يا ولد، انا بعرف الرياضيات بس بالاله الحاسبه بس. لا، الرياضيات كانت مادتي المفضله، ثاني ماده مفضله كانت اللغه العربيه الماده المفضله الاولى، والرياضيات، وكان دائما في هيدا الاستغراب لانه عاده هول المادتين ما بيجتمعوا حبهم بالشخص نفسه، ولكن الرياضيات لانه بتعطيك التفكير المنطقي وهي مطلوبه جدا بالحياة. بكل تاكيد. طب ود، بين دراستك العاديه وبين حبك او ولعك بالرياضيات، كيف بتنسقي بيناتهم؟ وانا احب الفنون، ومن الممكن ان الواحد يكون فنان وعالم في نفس الوقت. صحيح. مثلا ليوناردو دافنشي كان من الفنانين المشهورين، بس كان في نفس الوقت مخترع وعالم ومهندس. صحيح. وان يستوي الفن، تقدرين تشوفينه ان الفنون كارقام او قياسات، وفي نفس الوقت الارقام والقياسات يقدرون يكونون لوحة فنية عظيمة. حلو. بما أنك اقتبست ليوناردو دافنشي أو أعطيتيه كمثال، كان دائما يقول أنه عالم الرياضيات والفنان عندهم قاسم مشترك وهو الجنون. جنون لناحية الإبداع. إلى أي مدى أنت بتعتبري حالك مجنونة لما بيتعلق الأمر بالرياضيات وبالإبداع؟ إلى أي مدى ممكن إذا بدك تروح؟ أنا مثلا أنا أحب الفنون الرياضيات، و مثلاً المسرحية أحب أسوي مسرحيات في المدرسة، عشان لما كنت أروح في صغري، لما كنت أروح المسرحيات كنت أستمتع بهم أكثر من الأفلام. وفي مدرستي كانوا ما كان في برنامج خاص للمسرح، فتعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الإنسان ما ينتظر فرص بل نصنعها. فقمت وسويت خطة عامة حق المسرحية الغرافلو، وطلبت ميزانية من المدرسة. جميل. وإن شاء الله بنعرضها الأسبوع الجاي، وأنتم معزومين أكيد. لازم نكون حاضرين. أكيد جرازية. طيب أنت لقيتي دعم من المدرسة، في حد تاني عم يدعمك ود؟ في البيت أمي وأبوي يشجعوني أني أسوي اللي أحبه، وأحس إن الفن والرياضيات شيء أحبه وايد. ومثلاً مو بس ليوناردو دافنشي، مثلاً ستيف جوبز دمج بين الفن التصميم والتكنولوجيا،
وأحس إن الدمج بين الأشياء اللي تحبينها صدق لك يرتفع النفس. صحيح. وبيرتفع أصلاً المردود يلي أنت رح تقدميه. طيب الحديث عن دمج الموهبتين يلي بتتمتعي فيهم أو الشغفين يلي بتتمتعي فيهم، ود بعد مثلاً كم سنة تخصصك بالجامعة إلى أين سيميل القلب؟ هذا الموضوع ما أظن الموضوع موضوع اختيار. أحس الموضوع إن مثلاً الألغوريزمز خوارزميات كانوا عبارة عن أرقام ومعدلات وبس مع مثلاً العلم الاصطناعي نقدر نسوي لوحات جميلة وفنون جميلة. وشفنا أصلاً قديه صار في لوحات فيرتشوال أو التوكن يلي هن مش فن ملموس ولكن استخدمنا فيهم الذكاء الاصطناعي. بيضل التدخل البشري له بصمة خاصة أكيد، وهي رح تتركها على الأكيد. ما هذا بانتظار ود بهاي البصمات. ولكن ود كيف بينظروا لك أصحابك أصدقائك في المدرسة؟ بيشوفوك هيك حدا عبقري، بيشوفوك بطريقة مميزة، كيف تتعاملي معهم؟ أتعامل معهم بشكل بسيط، بس أحس إن احتلاء يعني مثلاً أصدقائنا يكونون يعني الأصدقاء لازم في ما مو لازم الدمج معهم في مسافة معينة بينك وبينهم، ومو لازم يعني اللي يحبه أنا أسوي، مو لازم ما ضروري كل القواسم تكون مشتركة بيناتكم حتى يكون عندك صداقة. طيب سألك مهران عن الدعم، وذكرت قد أهلك دعموك، قد أسألك عن التحديات، قد بتواجه تحديات وكيف تتعامل معها بمنطق بما أنك بتحب الرياضيات أو بتتبعي حدسك وقلبك؟ من أكبر التحديات اللي واجهتها لما قررت أني أسوي امتحان الاي جي سي اسي سنة قبل صفي، ف التحدي كان في كيف اني اقدر اتجهز وادرس للامتحان في اشهر قليله. أوكي. وكان لازم علي اني ادرس الدروس عشان منهج كثير كبير. هي. ف بس اكيد خلال الاستعانه بالاهل، واكيد شات جي بي تي ساعدني في مواضيع صعبه. نعم. وكنت الحمد لله اشتغلت عدل وقدمت الامتحان وجبت علامة زين الحمد لله. بس عندي حشرية، ليه قررت تقدمي للامتحان بروحك وقبل سنة من منهجك اللي لازم أنت تعمليه؟ أول شيء كنت لازم أدخل هذا البرنامج اللي بيساعدني، بس بعدين ما 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 قالوا لي شيء فسويته بروحي. تمام. وكان عندي مدرسة اسمها مس خديجة كانت تعطيني وقت و كنا ندرس مع بعض، وكنت أجيب لها المراجعة. أوكي. وهي تساعدني. تحية لمس خديجة فأنا. طيب ود كيف بتطوري مهاراتك؟ كيف وين شو بتقرأي؟ شو بتعملي حتى تطوري مهاراتك؟ أحب القراءة. في كتاب قاعد أقرأه الحين اسمه How Numbers Work. كيفية عمل الأرقام. هي. وكان الكتاب عن نظريات ومواضيع يعني مختلفة عن شنو ندرس في المدرسة، وأحس لازم الواحد مو بس في المدرسة يدرس، عشان مو بس حق المدرسة يدرس، إنه يدرس حق نفسه. صحيح. طيب أشخاص عادة يلي مروا عبر التاريخ وتركوا بصمة بعالم الرياضيات هن دايما أشخاص تمكنوا من فرض نظرية معينة أو دحض نظرية معينة بالرياضيات. عندك هيدا الحلم إنه يكون في نظرية مثلاً غير محلولة أو غير مثبتة يتثبتية أو تنقضية؟ أكيد أحب النظريات، وأحب أشوف يعني أحب إني يكون في مشكلة وأنا أحلها. ويكون يعني يكون الشعار يكون وايد سعيدة لما أحل مشكلة ما حد ثاني يقدر يحلها في الصف، أو نعم. مثلاً المدرس يعطيني مشكلة صعبة وعقب يوم أسويها في البيت بعدين أجي حق المدرسة وأوريه. شعوري بالتميز طبعاً أكثر. حل الشعور دايماً بالإنجاز، وهذا شعور اللي دايماً بيسعوا له كل الأشخاص اللي بيحبوا الرياضيات أو الفيزياء، لأنه بحسوا أنه عم يتحدوا نظريات مثبتة على مر السنوات وهنا قادرين يثبتوا العكس. طب ود للأشخاص أو للي بعمرك هلأ وحابين يتميزوا في دراستهم أو في حياتهم بشكل عام، إذا حابين أخذ منك نصائح معينة شو بتنصحيهم؟ نصيحتي إنه يشتغلون في الشيء اللي يحبون،
يتوكلون على الله وإن شاء الله بيشوفون وبيلقون النجاح والابتكار والتميز إن شاء الله. نعم. ود بعد خلينا نقول 10 سنين وين تتصوري نفسك؟ والله الحين ما أعرف، بس أظن أبي أكون أظن بأخذ بروح الجامعة أكيد طبعاً، وأبي أشوف نفسي أكون مثل اللي كانوا من قبل اللي مشهورين. نعم. أو اللي مشهورين العلماء نظر رؤياتهم. نعم. بس ما أعرف إن شاء الله. إن شاء الله نحن أكيدين. أنا بشوفها مستقبلك باه والله يا ولد، يعني خذي هيدا كنت رح أقوله، سواء اخترت المجال الفني سواء اخترت مجال الرياضيات سواء قررت تدمج بين المجالين، أنت مثال يحتضى به لكل الشباب والشابات الإماراتيات. وشكرا جزيلا لوجودك معنا، وكل التوفيق. شكرا.